السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتلاقاو اليوم مع وصفة جديدة اللي هي سلو. ثم كتعرفوا رمضان قرب، الله يدخلوا عليكم بالصحة والهنا، وباش ما تمنيتو وكنحتاجوا هاد الأكلة اللي هي السفوف، كنحتاجوه دائما يوميا على مائدة الإفطار. غادي نحضروه، وهاد السفوف تقليدي بكيلو ديال الزنجلان مطحون ومحمر، كيلو ديال الطحين حتى هو محمر. تلقاو الرابط باش حمرت كيفاش حمرت في الوصف، في صندوق الوصف. كيلو اللوز محمر ومفرشش، ما طحنتوش انا مزيان، خليت واحد شويش الزنجلان، ها هو صحيح. كاين 3 د المعالق د قرفة، وثلاثة د المعالق د النافع، ود حبة حلاوة، ثلاثة ثلاثة. كاين 150 غرام د السكر كلاصي، كاين شويش الملح، كاين زلافة الزبدة الحيوانية دايبة، والجوزة. غادي نبداو على بركة الله، نبداو بتغربل د الطحين. ضروري خاصي تغربل، لأن كيبقاو ديك الكريكبات ما طيبين شي، وضروري خصهم يحيدوا، لان الا بقاو راه ما كيدوبوش، واخا تعيات تعرك وتعجن كيبقاو. هادو اما كترميوهم ولا كتوليو تعاودوا تطحنوهم وتحمروهم ولا. المهم عندنا هاد الطحينه حنا عملناه هنايا في القصعه، كنزيدو السكر كلاصي، ضروري تغربل هو والطحين يتغربلو. 150 غرام سكر كلاصي، قلت لكم هاد السفوف التقليدي اللي كان معروف قبل، راه ان شاء الله غادي ندير وصفات اخرى صحيه الكيتو، سفوف الكيتو. هذه البسكه دقيتها مع شويه السكر، وعندي سلو عاود ديال الناس السكر بالشعير وشويه الملاح. ها هي دابا عرفتوا العيال ما كيبغيوش داكشي الصحي، كيعجبهم هذا التقليدي. شويش د الجوزه، ما نكثروش منها، جوزه صغيره تقريبا نص، وما كاملش النص، ما خصهاش هذا، لان كتعطي واحد الطيبه قبيحه الا كثرتوها. هي في الحكاكه د خيزو راه دغيا كتحك. القرفة نافع وحبة حلاوة، ثلاثة د المعالق في ثلاثة. قرفة عاود ثلاثة د المعالق كبار. اللوز هو كيلو عندي، أنا غير حمرتو وهرمشتو، ما طحنتوش بزاف. كاين الزنجلان خليت واحد شويش صحيح، زليفة صغيورة. واللوز اللي بغى يقليه يقليه، تسلقوه وتقليوه في الزيت ماشي مشكل، راه هو هذيك هي الطريقه ديالو في الحقيقه، غير انايا ما كيعجبنيش نقلي. كيلو ديال الزنجلان ها هو مطحون. ودا بغيتو ما تعملوش كاع لي دام هذا كطحنوه في الزنقه، راه ولاو دوك الالات صحاح كيطحنوا حتى كيخرجوا منه الزيت، لا الزنجلان ولا اللوز ولا اي حاجه، كيخرجوا الزيت كيولي معلك، ما تحتاجوش كاع تزيدوا نتوما لا زيت ولا زبده، ولو ان ديك الزبيده ولا الزويته تتعطي حتى هي واحد البنه ديالها. انا كما قلت لكم عملته تقليدي بديك الطريقه، ما عدا اللوز اللي ما قليتش، كاين الزبده حيوانيه دايبه، انا عملت الزبده وعاد عملت الزيت عاود زلافه زيت الزيتون. بغيتو الزيت دفيوها شويه تحيد من هذيك الطيبه، ديك الطيبه ديالها، ديك الريحه ديالها، غير ما تفوتش 200 درجه باش ما تحرقش وتولي مسمومه. هنا خليتها عاديه، لان واخا ملي كتخلطوا ما كتبقاش ديك الريحه تبان. ها هي الزيت حره، وكنبقاو كنعركو مزيان. كما قلت لكم الا طحنتوه في طحانه الزنقه
راه كيولي معلك فحال اللي تقول عامله له الزيت، وهذه هي الطريقه اللي ولاو الناس دابا كيعملوا. هو دابا انا كيعجبني غير بهذاك. هو كده دابا كتبقاو كتعركو تعركو تعركو حتى كتحصلوا على هاد الخليط هكا معروك، وداخله فيه كاع ديك هذا ديك القوام كامل داخل في السفوف. ومن بعد كتشكلوه كيما بغيتو، نتوما عارفين الطريقه ديال التشكيل. كنز هاد اللوز هذا باش زوق هذا نعي كنسلقو كندهنو بشويش الزيت ونحمرو في الفران، ما قليتوش حتى حاجه، ما قليتها لينا كنحاولو نبعدو على القلي. هي القلي كيجي لذيد، ولكن الصحه عاوتاني هي الاولى. وانا دابا عملتو في هذا الطبيصال وزوقتو بهذا الشكل هذا. كنتمنى الوصفه تروقكم وتجربوها، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.